هذا سائل يقول: هل يحتاج لإقامة الحجة على مرتكب الناقض من نواقض الإسلام لتكفيره أو نكفره مباشرة؟ نقول: من قال الكفر غير مكره، من تلفظ بالكفر غير مكره أو فعل الكفر، فإنه يحكم عليه بما ظهر منه، ولا علينا من خفايا الأمور، هذه إلى الله، فنحن نحكم بما يظهر من القول أو من الفعل، نحكم عليهم بذلك، ولم يوكل إلينا التفتيش عن القلوب وما فيها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحكم على الظاهر، الحكم على الباطن هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.